تطرح السؤال بهذه الصيغه ديال المارشي او السوق، ما كتوفرش شي مواصفات سوق ولا مواصفات مارشي، لا في الصيف ولا في الشتاء. يعني سوق جد متعفن، ما كتوفرش فيه مواصفات سوق. اقل ما يمكن ان يقال انه كتوفر فيه ظروف الاهانه للمواطن. ماشي سوق لا من حيث النظافه ولا من حيث الموقع نتاعه. يعني الكلمة الأولى والأخيرة أنه ماشي سوق. أنا كنت سوقه من زبالة، هذا هو كنت سوقه من زبالة. شين هادي هو يعني مثلا أنت دابا، أنت دابا هادي شحال أنت تجي المارشي تشوفوا مازال هكاك وتستغرب علاش ما تصح ما حتى حاجه، لان كاينه وعود كانت وعود من 2018 كنجهدوا معاهم باش يصلحوا لهم وما صلحوش. شوف واش تقول دابا انت. والوعود خصها تنفذ، وهذا السؤال خصو يطرح للمسؤولين مباشره. واش نيت مسؤولين ولا واش هذا سوق؟ بان هو كيكون ما سميتو كيقطر في الشتاء. ربما انا بعدا شخصيا كندخل وانا خايف على راسي شي نهار ينزل كاع يهود، يعني انه مهدد بالانهيار وشي نهار يمشي يهود على المواطنين. لا هو لا سوق ولا ولكن كنلقاو راسنا مضطرين، ما لقينا عليه ليه، ما لقينا فين نبدلو، واخا حتى في الزنقه نتسوقو في الزنقه وما نتسوقوش هاد السوق. ولا اله الا الله الامر لله. المسؤولين واش مسؤولين يعني غايب عليهم السوق؟ واش ما شافوش؟ ويمكن لانه ما يمكن ما كيتسوقوش منه، ما كيتسوقو من شي حاجه سميتها. هذا كيبقى سوق ديال المواطنين او لا اهانه للمواطنين. غادي يمر بالحساسيه، ما يقدرش يدخلوا معاك للمارشي. بنادم اللي ما عندوش فين يخليو الدري الصغير يجيبوا معاه المارشي، والمارشي جا على الشارع الكبير اللي كيدوزوا عليه كل شيء كيدوز من هنايا. هذه هي الرئيس الطريق الرئيسيه الكبيره. المارشي الحوت ماشي خصو كيكون، ما خصوش يكون هنايا. مارشي الحوت خصو يكون في اتساع بعيد عن المدينه، يكون خارج على المدينه، ما يكونش في المدينه. وهاد التكرفيس وهاد راه يجيو الناس البرانيين يدخلوا هاد المارشي يهربوا، بقاو يعاودوا على خميسات اش غيقولوا ليها؟ خميسات ما فيها ما يتشاف، خانزه راه خانزه نيت، وهادوك المرشحين اللي كيبغيو يترشحوا كيدقوا عليك، انا ندير ليك، انا نخدم ليك، انا نفعل ليك، غنصوبوا الطرقان، غنصوبوا هاد الشيء وكلشي مريض. كيقضي شغلو، كيمشي كيدير لولادو، ما بقى يعرف كاع الشباب ديال اللي كيتسلاو، هادوك اللي ولكن ربي غزف هادوك اللي كيتخبوا عليهم. لا اله الا الله. بزافيهم كيمشيو كيشهدوا الزور على واحد ما كيعرفوش شكون هو. واش انا كنعرف هذا شنو كيدير؟ نمشي للمنتخب عليه نقول له هذا راه مزيان، دي التقليد انا، هذا راه التقليد بيننا وبين الله، ما نشهدش الزور على شي واحد. هذه هي اللي كاينه. السلام عليكم. امين المال ديال السوق البلدي في السمك بمدينه خميسات. حنا كنعيشوا واحد الكارثه حرجة في السوق. تفاجئنا واحد النهار، جا عندنا السيد العامل ب 2018، الناس ديال المارشي كاع فرحوا وخذوا واحد التفاته ديال عامل صاحب الجلاله. من بعد ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء. جا عندنا كنمشيو عنده كجمعيه، درنا له طلب مقابله، مشينا عنده خمسه ديال المرات ما كيستقبلناش، ما تلقاو حتى شي واحد. كاين العامل لا ما كاينش، مدير الديوان ما كاينش، كتيب العام ما كاينش، حتى واحد فيهم ما كاينش. العماله خاليه، شكون فيها غير الموظف يخرج. هنا واحد السيد قلنا له شكون انت؟ قال لك انا باشا كنت في الرماني كذا من هنا. قال لي الله يجازيك بخير، حنا بغينا نستقبلوا مباشره السيد العامل، بغينا نهضروا معاه ولا الديوان. قال لا ما كاينش. جينا المره الثانيه نفس السيناريو كيتعاملوا معنا به. مشينا جلسات ماراثونيه مع الباشاوات السابقين، جلسنا مع رئيس المجلس البلدي. واحد النهار نطق واحد خينا قال لي هنا في المارشي، قال لي راه المارشي مهدد السوق. قال لهم تصاوب تتخرج اللجنه عاد نشوف واش نصحوا ولا ما نصحوش. جات اللجنه من الرباط، هو اللي ادى الواجب ديالها خلصها، جاوا قلبوا المارشي، قالوا المارشي البنيه ديالو صحيحه، المارشي مزيان، خصو الا بغيتو تصلحوا راه غتصلحوا. جات فات ديك اللجنه، جلسنا مع رئيس المجلس البلدي، الرئيس المجلس البلدي عاودي جلسنا مع واحد النهار كيهضر واحد الهضره. قلنا له ودي راه الرئيس المجلس الاقليمي راه بغى يعطي
100 مليون وتعطي 100 مليون. قال لك داك الرئيس المشوف قال لك انا كاع ما نكذب عليك مصطفى الرئيس مجلس البلد الاقليمي الا بغيتي البسطيله والشواء يبرعك راه 100 مليون ما غتشدوهاش. انا بقيت نقول اش يقول هذا الرئيس، واش تيكذب علينا ولا اش تيقول لنا؟ ويلي واك ماشي صراعات سياسيه بينهم. الحقيقه تفاجئنا لقيت الكلام ديالو على صواب، وكنتفاجئوا دابا مؤخرا الجمعيه في المدينه تيقول انا ما عندي تريال، الجمعيه ديال الموظفين ديال المجلس ديال البلديه في الشهر عطاها 40 مليون وحنا تيقولنا ما عندنا تريال. وحشومه عيب وعرضها السي بالفيل ياح. وانتم ما هو واحد النهار انت تقولوا انا ما كنخاف لا من الاعلام لا حتى شي حاجه. انا من هذا المره هذا تنقول زين بالعداوية رئيسه المجلس الاعلى للحسابات، راه الخميسات فيها خروقات الله يجازيك بخير والتقني دار فيك سيدنا، راه المجلس السابق الولايه اللي كان فيها بالفيل فيها خروقات كثيره وداكشي لازم تحط بلا اجي الخميسات راه غتلقاي خروقات كثيره كثيره وبزاف. هنايا كان الناس يصومشي ما تنقولكش انا بان رئيس المجلس البلدي ولا المجلس الاقليمي حق عطاونا وعود وعود كاذبه. انا الناس مشيت صوت ماشي كنحرج الناس يمشي يصوتوا وني صوتوا على الناس النازل. هاد الناس هادو اللي كاينين دابا ما منهم والو، راه غادي يكذبوا عليكم علينا وعليكم راه غير كذوب. قال لك حق الحموش لا مشيت نصيفط ليه 100 مليون لقيتو بدل الكونت باش استحمرنا هذا ولا شي خرفنا. وكنتمناو من والي الجهه اليعقوبي الرجل النزيه اللي يدير فيه سيدنا الثقه ولي كثر من مثالكم نتوما تجي في سريه ما تعلم لا عامل لا سلطه لا حتى حاجه. اجي لسوق السمك في شارع محمد الخامس وتشوفوا كي داير الله يجازيك بخير. المارشي خصو يصلح. دخلنا عليك بالله السي يعقوبي هادو فاش جاتهم 300 مليون تيصرفوا 10 سنتيات 700 تسمع 7 مليار 8 10 هنا هنا حشومه هادشي هذا في الكوميسار. ومرفيق واحد البنايه ديالو صحيحه الله يجازيكم بخير خرجت للجنه جاب حميد من الفيل اجيو تشوفوا المرفيق كي دايره. والعامل مشينا عنده راه قلت لكم مشينا عنده 5 المرات ما تلقاش وحشومه. والسيدنا في الخطابات تيوجه للعمال باش يتواصلوا مع المواطن حنا ما كاينش هادشي كاع وما كاينش كاع في الخميسات وغا الكذوب قتلونا غا الكذوب. العامل كذاب المجلس البلدي خدام رئيس المجلس كذاب. انا ما كنخافوا حتى شي واحد راه ما كنبيعوا لا كوكايين لا حشيش. انا كنبيعوا الناس الزهير الحمد لله معروف ولد مولاي في الخميسات خلنا الوالد من الشرقيه الحمد لله. انا كاع الا طلع لي الدم راه عندي وريقه بلجيكا غنمشي بحالي صافي. حنا هنا في الخميسة تنبقاو معاهم هنا نموتوا معاهم وشكرا. شكرا لذاك الاصدقاء ديالنا وخوتنا الغنيه الكبير اللي تمكن فيهم بالاعلام هنا في الخميسات. المهم تنبارك الرجل الناس الساكنه ديال الناس في الخميسات جميعا. كما تيرى الجميع وتيشوف هذا المرفق هو مرفق مهم اللي تيجي ليه يوميا الساكنه اغلب الساكنه ديال الخميسات تمشي تقضاو السمك هنايا حيت المرفق الوحيد اللي تعتبر سوق ديال السمك. وتتشوفوا الحاله الوضعيه والكارثيه اللي تنخدموا فيها واللي تيجيو ليها حتى السكان تقضاو من هنا. حاله مزريه اللي صراحه كنا في الاول تحمسنا باش ندير واحد الجمعيه ونفسها نظرا باش نتواصلوا مع السلطه بمسائل سلميه باش نوصلوا شي حل لهذا المرفق هذا اللي ما تيتكلمش بزاف. تتكلم واحد 200 مليون ولا 240 مليون اللي تتخسر غير في الخارج كما تيشوف المشاهد الكريم. دابا هنايا تنطلبوا المجلس البلدي علاش تنسالوه بهذاك تنسولوه علاش بهذاك تجاهل هذا المرفق هذا ما بغاش يصرفوا واش كاين شي سبب يقولوا لنا. حنايا درنا معاهم شي 40 اجتماع بين السلطه المحليه والمجلس البلدي. السيد العام جا برجلو 2018 وشاف هذا المرفق بعينه ووعدنا انه في شهر 11 غادي يكون المارشي غادي يصلح. حنا فين غادي ننتجوا؟ مشينا عند السيد العامل من هز 4 ولا 5 المرات ما تنتلاقاوش ما كاينش هذا مشغول هادي. يعني حنايا تهمشنا بواحد الشكل كبير درنا بوادر كبيره ودرنا اتصالات ودرنا هذا بحال هذا ما شنو غنديروا؟ تعرف شنو شحال خدامين الناس هنا في هذا المرفق؟ كاين 500 واحد خدام يعني 500 اسره. تصور 500 اسره مهمشه بهذا الشكل هذا. تنطلبوا حنا غير حاجه بسيطه والناس هنا مسالمين الناس هنا كاين واحد تيخدم على راسها تيقول فينا السيد العامل مشينا عنده ما استجبناش. اما السيد الرئيس المجلس البلدي فهو تيتجاهلنا بصفه عامه ما عرفتش واش هذا الشيء مسيس عنده ولا ما عرفناش. علاش حنا ماشي مواطنين هنا؟ دابا تنتوجهوا لسيدنا الحل الوحيد اللي بقى هو سيدنا باش يشوف من حال هاد الناس هادو. هاد الناس هادو عايشين بشكل مباشر راه الناس في الاحياء الشعبيه كلهم حواته وكلهم عايشين من هنا ما بقالناش الحل. دابا حنا كجمعيه غنسحبوا من هاد الجمعيه كاع اصلا الجمعيه اللي ما وصلت حتى شي حل مع السلطه حنا تنسحبوا منها. حنا غنقدموا الاستقاله منها ونتفاوضوا مع هاد الناس هادو
هي غيديروا معنا شي حل، هي غادي الناس غادي تخرج تقلب على الحل حتى نشوفوا الفلوس كيفاش تتوزع والطرق باش تتشير. حنا تطلبوا غير 200-300 مليون، انا غير قاع ما تبني ليا ما والو، غير قاع ليا سيدي باش يجي حتى سيدي يدخلوا يلقاو الناس يتقضوا بواحد المستوى. راه تتعايروا به في المدونه صافي، راه كاين مرفق واحد على الشارع الكبير، هذا هو الوجه المدينه، هذا هو المجال باش يسولوا على الحوت يقولوا راه هو الحوت، تيجيو هنا تلقاو بحال هذه محاله. أسيدي حنا السلطه المحليه درنا مع الله العظيم فوق 20 اجتماع ودرنا واحد الاتفاق سنيناه ودرنا بزاف ديال الحوايج، وكل مره تيوعدونا وتنجيو تنكذبوا على الناس. حنا هنا تزقنا حنا تنكذبوا، حنا تنتواطئوا، حنا راه غير اللي قالوا لنا تنقولوا. دابا حنايا وقفنا، حنا على رئيس الجمعيه ديال هاد السوق البعيد هادي، انا وقفت ما بقاش الحل مع هاد السلطه، انا تنقدم استقاله تنعلنها قدام العالم ان استقاله من هاد ما يشرفنيش باش نكون رئيس على هاد المارش بهاد الشكل هذا، ما يشرفنيش صراحه. الناس تسمع والناس تنضابط وحنا ما تكذبوا علينا وحنا تنكذبوا عليهم، هادشي ما بقاش يسالي. دابا اللهم هذا منكر، يا غير يصلحوا لهاد المارشي يا منهم من هاد الناس المارشي، وحنا ما بقاش عندنا تواصل معاهم باش غنمشيو عند العامل. مي راه تكره ما تتلاقاوش البلاد ديال سيدنا محلول اللي بغات يمشي ليه، وهاد العامل خصنا حنايا مشروع خصنا باش نوصلوا ليه. الباشا تمشي عنده ما تخرجوا حتى شي حل. السيد بن الفيل السيد الرئيس مهمشنا واش عنده هذاك الشيء سياسي ولا ما نعرف شي حسابات سياسيه ممكن، ما عرفتش علاش مهمش هذا المارشي. دابا بغينا خويا حنا لقنا غير الاعلام والتواصل باش هذا الضرر ديالنا يوصل للعامه ولسيدنا بالاخص، حيت هو اللي يحن علينا. اما هاد الناس هادو راه حنا مكرسين وفي وضعيه مزريه. والسلام عليكم ونشكركم، شكرا على الاخوه العزيز تاجي السلف وخمسات. احنا حنا في المارشي كنعملوا شحال سنه حنا كنعملوا في المارشي، وفي 2018 جاتنا السيد عميد ووعدنا بان المارشي غادي تصلح، ولحد الان ما كاين لا اصلاح لا والو. قارونا هاد الناس البلدي غير بالانذارات ديال الكرا، وهنا الناس راه كتعاني اكثر الناس هنا مريضه بالدقه بهاد المارشي. وشنو المارشي كيدير؟ المارشي غير صالح للسمك، هذا راه ماشي مارشي ديال السمك، هذا راه كيتسمى كوري بالنسبه لينا حنا. واش هذا هو المارشي ديال السمك؟ حاشا لله باش يكون هذا مارشي ديال السمك، هذا راه مارشي ديال البهايم، راه مارشي خانز. 50% هنا الناس كتعاني في الدقه، وانا كنتمنى من هاد المواطنين يساعدونا على هاد المارشي. حنا العام جا عندنا في 2018 تيقول لك المارشي غادي يصعد، جا لنا كروكي ووعدنا وخرجت الميزانيه وما كاين حتى شي حاجه من هادشي. هذا الكذوب تيكذبوا علينا، قاهرين بالانذارات. الكرا الكرا الكرا، وهاد المارشي تخلص فيه الكرا. هاد المارشي هذا غير صالح للسمك، كنقولها وتنتحمل المسؤوليه ديالي. مارشي غير صالح للسمك، هذا كوري، هذا كوري، انا كنسميه كوري، هذا ماشي مارشي. هذا مارشي كلشي الناس هنا كتعاني من الضيقه الحساسيه، ها هما جايين يسولوهم هنا كلشي كيعاني. واش هذا مارشي الحوت؟ كيعرف هذا بلاتي كنتمنى المسؤولين ديال البلاد ديالنا يصلحوا هذا المارشي. راه المارشي ما فيه لا ماء لا ضوء، كثير الناس ما عندهاش هنا كاع الماء وما كاين لا قواد لا والو. واش القادس دابا راه مخنوق، الناس كتجي تشري كتدخلوا كيديروا كاسكات عاد باش يدخلوا يشرينا. واش هذا مارشي الحوت؟ راه ماشي مارشي الحوت، هذا راه كنكرر وكاع نكرر، هذا راه كوري ماشي مارشي الحوت. اعاده النظر هذا المارشي، هذا راه كنوجه رساله للمسؤولين ديال البلاد يقفوا معنا يصلحوا لنا هذا المارشي. السلام عليكم.